السلام عليكم ومرحبا بجماهير النادي الافريقي. عندي لكم خبير ممتاز وممتاز جدا، ولكن كما تعرفوا هذيك هي طريقتي في الكلام، وذاك هو النقد متاعي البناء، ونحكي معناها الصحيح في الصحيح. كان ثم حاجة نتفهموا فيها الناس الكل ونخرجوها واضح وما فيهوش حتى نقاش، باش نحكيكم على المفاجأة السارة اللي صارت اليوم، اللي هي الجلسة العامة في السوسيوس. صارت منذ قليل الجلسة العامة بتاع السوسيوس. أنا واحد من الناس انبهرت بصراحة، انبهرت وتصدمت. تصدقوا يا رجال، راني تفرجت فيها الجلسة العامة، أنا مخي واقف. نحب الجمهور بتاع النادي الإفريقي ينورونا، وإذا كان ثم ناس تفهم في كل شيء، في الخبايا بتاع الأمور القانونية والأمور العادية والأمور الكروية، نحبكم تنورونا. طيب نحكي واحدة واحدة ونفهموا بعضنا الناس الكل. أول حاجة، الجلسة العامة صارت بقيادة تحت إشراف محسن طرابلسي، الدكتور محسن طرابلسي. محسن طرابلسي هو الرئيس الشرفي متاع السوسيوس، هذا متفاهمين فيه به. الأعضاء اللي كانوا متواجدين كلهم بسم الله ما شاء الله موافقين، موافقون به، حاشتنا بموافقون، خاصة موافقون مريقلين مريقلين. وأنا مع السوسيوس، وأنا واحد من الناس نحب ندخل للسوسيوس. علاش نحب ندخل للسوسيوس؟ على خاطر الرأي اللي واحد صوته يوصل في السوسيوس أكثر من الجلسة العامة متاع النادي الإفريقي العادية اللي فيها المخالطين. السوسيوس أوضح وأسهل بصراحة، نقولوه هما الزوز في صالح النادي الإفريقي، ولكن بتوازي، ما همش متدخلين في بعضهم، بتوازي. محسن طرابلسي قال راهو موجودة في الزمالك، موجودة في الأهلي المصري، وموجودة في الريال. السوسيوس يعني هذوما فرق كبار زوز في إفريقيا، والريال معروف ما نحكيوش به. أنا فرحان فرحان، الأمور في النوار ما شاء الله، ما لا جلسة عامة، ولكن ثم حاجات نحط فيها البصمة متاعي، باش إذا كان تحبوا التوب راهو يزمو صدق، رد بالك تقول راهي ثم حاجة تتعدى بالتلهويث، كل شيء يتعدى بالصدق. إذا كان تعمل كذبة كذبتين وما عندكش قوة شخصية، راه كل شيء يطيح في الماء. ورد بالك تطيح فلان وتقصي فلان وتقصي فلتان، أو قول أنا محسن طرابلسي، رد بالكم من إقصاء. الإقصاء راه ما يفيدش، اللي باش يمد يديه للسوسيوس أهلا وسهلا ومرحبا به. الناس الكل، الناس الكل كان تشوفوا أنتم الطفل مع ربي يذكره بالخير يلمد في الدبابز، يعني ما تسماش عنده شهرية قارة ولا فلوس كبيرة. مشى قص أبونمون أونساد ب 350 دينار، علاه ما ذكرتهوش في الجلسة العامة؟ علاش ما يتذكرش؟ هذايا اللي بالرسمي يتذكر في السوسيوس، هاو اللي بالرسمي تذكروه. علاش أنا حكيت هكا؟ ثم زوز مداخلين عندي ليهم شوية تحفظات، نحب نعرف الموضوع، واللي يعرفهم يقول لنا شنو الموضوع. به الموضوع الأولاني، محسن طرابلسي حط نقاط على الحروف وقال راهو احنا طويكة ماشيين بخطان بطيئة، ما نحبوش نعملوا كل شيء وبعد يطيح كل شيء في الماء، نحبوا نمشوا بخطان بطيئة ولكن ثابت. باهي معاك مريق. محسن طرابلسي قال ندخلوا في 100 و200 مليون حاليا، العام الجاي نجم ندخلوا 2 مليارات، اللي بعده 4 واللي بعده تمشي وتزيد. باهي الحمد لله، هذه حاجة تفرح، على الأقل الديون تولي تخلص من غادي من السوسيوس. وقت اللي تصير لنا إشكالية لا قدر الله المستثمر ما عادش نلقاوه، لا قدر الله، وحنا نعرفوا راهو الابتلاء موجود في تونس يا ولادي، ردوا بالكم تحقروا الاشياء. ها باش نقول هيك، ردوا بالكم تحتقروا الاشياء. راني نبيل ريجن سبور نحكي، وراهو في كل لحظه نجم نخرج، خاطر ممكن ياسر باش تجيني سفره لكندا ولا تجيني سفره للولايات المتحده، باش نبداو متفاهمين. اذا كان جاتني السفره بطبيعه الحال موت شغل، ان شاء الله كان نجمنا من غادي من امريكا نعملوا فيديوهات اهلا وسهلا، كان ما نجمناش راهو اللي قاعد نقول فيه انا هذا يلزم دعم كبير، يلزمني دعم كبير وكبير برشا من جمهور النادي الافريقي، وتجاوبوني اذا كان ثم حاجات انا ما نعرفهمش. حاليا الرئيس نتاع السوسيوس اللي هو محسن طرابلسي ممتاز جدا، كل شيء مريقل، اللي قاعدين بحثيه ممتازين جدا، كل شيء مريقل. طوش تعداو للمخارطين اللي عملوا التدخلات، به
اللي عملوا التدخلات هو هي اسباب باش يدخل فلان وفلان. حاجه انا مأرقتني بصراحه، التدخلات في الجلسه العامه العاديه نتاع النادي الافريقي صارت فيها بوني عرق ومعروف. الجلسه العامه الاصلانيه اللي احنا حاجتنا بها برئاسه هيكل التخيل نتاع 10 اوت يا ودي شبيك المنخرطين يعيطوا والاخر ما غادي يعيط والاخر يعيط وحاسينوا ما شفتوا كيفاش وتخين مسكين كشاكش وطلعت من واحد والاخر يعيط منا والاخر قص عليا الجلسه العامه. سبحان الله انا مانيش فاهمها هذه، راهي هذه نقول لكم الحق مانيش فاهمها برجولي. باش نبداو متفاهمين علاش في السوسيوس بوس يديك عن بوس خوك عن خوك والدنيا بخير، هذه نحب الجمهور يجاوبني خاصه الناس تفهم في القانون. وعلاش في الجلسه العامه نتاع النادي الافريقي اللي بيه الفائده الاصلانيه صارت برشا اشكاليات، هذه نحب نفهمها. السوسيوس اتحدنا الكلنا باش تمشي الامور كتزيد فوق الماء، شنو هي الاسباب؟ والجلسه العامه علاش ما اتحدناش باش تمشي الامور كتزيد فوق الماء؟ هذا اللي نحب نفهم به. تجاوزنا المرحله هذيك واحنا تو في السوسيوس وجونا مريقل وحاجه باهيه. في الجلسه العامه نتاع السوسيوس شكون كان موجود يا جماعه؟ حاجه باهيه، هيكل التخيل كان موجود ولكن ما كانش موجود في المنصة الأولى بجنب محسن طرابلسي. أنا كنت نحبذ بالسيف على المسؤولين تاع السوسيوس الرئيس النادي الإفريقي الأصلي اللي هو هيكل التخيل يكون بحث محسن طرابلسي وهو اللي يفتتح الكلمة، هذه كنت أتمناها أنا على خاطر راهو ذاك الرئيس الفعلي والباقي نعاونه. على كل حال هذا كله حاجه ديما حاجه باهيه ماشيه، نقول انا ماشيه في البيع اوكي. محسن طرابلسي مريقل الاعضاء مريقلين محلاهم ما شاء الله، هيكل التخيل موجود حاجه باهيه، نعيم ضيف لنا لاعب كره السله كان موجود وبعض الملاعبين القدامى كانوا موجودين وبعض المخرطين والناس اللي هي باهي اوكي. محسن طرابلسي حث على شراء الاشتراكات وحث على التبرعات والحاجات هذيك الكل، وثم بدينا تو ثم شكون زوز دخلوا، ثم زوز دخلوا انا حضرت عليهم اللي هما رئيس خليط احبان النادي الافريقي في المانيا، وانا نعرف عندي محبين من المانيا من خلايا الاحباء يتبعوا فيا ويحبون بيرلين سبور وراه مش من طورة عندهم عامين وثلاثه راهم باش نبداو متفاهمين. اللي فيكم خليط احبان النادي الافريقي بالمانيا والمتدخل اللي تدخل هذاك ونسيت اسمه انا هو كطفل نتاع 30 سنه هو قال عمري 30، التدخل نتاعو كان ايجابي بصراحه، تدخل ايجابي رئيس خليط احباء المانيا اللي تدخل حصيل قال كلام ما شاء الله. اول حاجه قال انا نتبع السوسيوس برافو وراني مريقل مع السوسيوس راني معاكم ندعم انا والخليه نتاع المانيا، اما راهو الاشتراك نتاعك مع السوسيوس اللي هو 50 دينار مهم، ولكن الاهم الانخراط نتاعك في النادي الافريقي الفريق معناها الاول الانخراط، وتشري الاشتراك نتاعك في حضور المقابلات نتاع النادي الافريقي اذم ما فيهمش حتى نقاش هما الولا، وثالثا شوف شوف زوز تمشيهم للنادي الافريقي الاشتراك والانخراط، والثالثة الأخرانية الاشتراك في السوسيوس والدعم مع السوسيوس، يعني النادي الإفريقي الأولانية. وقال رانا بالنسبة للسوسيوس والنادي الإفريقي الزوز يصبوا في مصب واحد اللي هو خزينة النادي الإفريقي، ولكن يمشيوا متوازيين ما همش مع بعضهم متداخلان، متوازيين بجنب بعضهم. يعني كيما التجارة في البوتيكات متاع تونس تشري ملابس مدعمة من تونس، وكيما الملابس اللي تجي معناها شنوة سلعة شنوة تلقاهم طايشة في الكياس وراهم متوازنين. أيوا لهنا مربط الفرس، لهنا التركيز، ونحب الرجال اللي تفهم يفهمونا. وقال السيد قال راهو احنا ندعموا النادي الافريقي الاولانية كيما، وزاد حاجة أخرى قالوا مراو الافريقي اللي مش يخرجوا إن شاء الله على قريب كيف كيف زاد يدعى الجماهير نتاع النادي الافريقي باش يشريو المراول، هذه حاجه باهيه زاد اوكي يعطي الصحه تدخل ممتاز جدا. وقال حتى مراولنا احنا كلم ديريكت هو هيكل تخيل خاطر هيكل تخيل قاعد مع العباد مقابلهم معناه، قال له يا هيكل حتى المراول نتاعنا فاهم سوسيوس وفاهم كل شيء راهم ماشيين لخزينه النادي الافريقي، ماذا بين الجمهور كان يشريها ما يسالش.
اوكي يعطيه الصحه هذا رئيس خليه المانيا اللي يعرف يجاوبني. نحب جمهور الكليب، ثم ناس ما يحبوش يكتبوا كومنتات، ولكن مهم برشا، مهم جدا اللي يعرف يجاوبني. نحب نعرف السوسيوس والقوه نتاعها مع اداره النادي الافريقي، على خاطر طمنونا الناس الكل، محسن الطرابلسي الرئيس هذا نتاع خليه حب المانيا تدخل تدخل جميل، بعدها تدخل ثم شخص اخر انا ما ركزتش معاه اللي يعرف يقول عليه بالله شخص او كهانا بصحته شويه. الشخص هذايا كي تدخل انا بقيت عندي ليه شويه تحفظات، وماذا بيا جمهور الكليب اللي يعرفه واللي يتفرج فيه يقولنا شكون السيد هذايا، تغيظ منه حاجات وتفرح حاجات، ولكن هذايا مشى ديريكت يعمل في اتاك انا ما عجبنيش. ها باش نقول لكم علاش هذايا مشى يطاكي في صفحات الفيسبوك نتاع النادي الافريقي، مشى ديريكت مو يا هيك الدخيل راه ثم صفحات فيسبوك، نحكي يا صفحات فيسبوك في النادي الافريقي، معناها صفحات يشوهوا في النادي الافريقي، وماذا بينا كان نلقاو لهم كيفاش امور قانونيه ما عادش يحكيوا ما عادش معناها يشوهوا في صوره النادي الافريقي. هذوما صفحات به، انا واحد من الناس نعرف عدة صفحات في النادي الافريقي في فيسبوك. هاي نقول لكم حاجة، وخطأ خطأ كبير قام به السيد هذا اللي تدخل، ها مش نقول لكم علاش، وراني مانيش مفدلك راه، وقت اللي أنت تحاول ولو أنه إعلام تاع تونس حرية الإعلام، ولكن نتجاوزوه، التشويه بالطبيعة ما نشوهوش العباد، ما نقولوش ما نسبوش العباد وهذا حرام. ولكن نحكي واحنا نقولوا راه غلطوا راه ما غلطوش، هذاك نقد بناء لازم يعملوه الصفحات هذيك. الصفحات هذوما قالوا هاو جاي اللاعب هذايا، هاو ما جاش، هاو جاي، هاو ما جاش. انت شنو اللي قلقك يا بابا؟ هاو جاي، هاو ما جاش، هذيك امورهم، هذيا ماشي نحامروا على صفحات فيسبوك، ما باش نقول لكم عليه. وقت اللي انت ماشي في بالك الترجي ما عندهاش صفحاتها الفيسبوك نتاعها واللي يقولوا كل شيء، لا لا هاو نقولها لك، الكليب عندنا 400 الترجي عندهم 500 زاد، ها باش نقول لك بالفرشه من الاخر، في بالكم الترجي ما عندهاش صفحات فيسبوك؟ هاو ندخلوا مع بعضنا ونعملوا مقارنه، يعني اللي عملت تدخل هذايا انت ظهر لي فيك ما عملتش مقارنه، برا شوف صفحات الترجي، اما انت على خاطرك ماشي في بالك اللي يحكيوا على الكليب، هي هذوك خاطر يحكيوا على الكليب، خاطر فريقهم كيما انت تحب الكليب كيما الصفحات هذوك يحب الكليب. هذه ما حاجات به، وقت اللي انت تكلم يا هيكل الدخيل كان هكا نقضيو عليهم الصفحات هذوما الكل، اوه صحيح صحيح، اقضي عليهم الصفحات هذيك الكل، يدوروا يحكوا لك على المنتخب التونسي، ويوليو يحكيو على الترجي الرياضي، ويوليو يحكيو على النجم الساحلي، ويوليو يحكيو لهنا اش عملت بابا؟ لهنا ما عادش عندك اعلام باش يدافع عليك، وقت اللي يطاكيوك الفرق الاخرى وقت اللي انت تصير لك هزات يلقاوك الصفحات الفيسبوك هذوك، وقتها باش يوليو معاهم، وكي يوليو صفحات الفيسبوك معاهم انت بالسوسيوس وحدك اش عندك باش تعمل؟ واداره النادي الافريقي كيما يلقاو شكون يحامي عليها شنو الحل؟ شفت كيفاش، شفت كيفاش راهو واحد كي تضرب في روحه حرام، يلزمك ديما متواضع وديما ماشي في الخط العادي، هذه حاجه باه. لو افترضنا انت السيد هذايا جبد على صفحات فيسبوك به، وانت اونيت وانت مثلا معناها تحب تتدخل خاطرك منخرط، اي شبيك ما جبدتش على نبيل ريجن سبور تغيظني انا، يعني علاش ما تقولش ثم واحد اسمه نبيل ريجن سبور بالحق يجي الاعلامي رقم واحد في النادي الافريقي، واكثر واحد يدافع عن النادي الافريقي، واكثر واحد ينجم لسانه طليق كما قال سيدنا موسى الربي سبحانه، ولو ان المقارنه ديما راهو لا تجوز، ولكن الامثله هي سيدنا موسى وقت اللي صارت له مشكله مع القوم نتاعو في مصر، طل منهم نفس وقتها ويحصروا فيه رب كل شيء، تعب سيدنا موسى واحد وقال له يا ربي في الوحي، جاء الوحي قال له ابعث لي اخي هارون يعاونني، قال له ولك هذا اخوك هارون تو يعاونك، سيدنا هارون نبي عنده صلاه اللسان يعرف يحكي ويعرف يتكلم ويعرف يدافع، سيدنا موسى وما ادراك طلب العينه من خوه، وانت توا نحكي وانت توا السيد اللي حكيت على صفحات الفيسبوك معاك ثم صفحات نعرفوهم كنتم الكريم ما عندك ما تعمل لهم، راه تسالوا من يقول لك انا نحكي على الترجي نحكي على النجم نحكي على تونس نحكي على السينما نحكي كلهم، راه
حتى في اليوتيوب كلها راهي تنجم تحكي اي موضوع راهو يرد بالك تقول على موضوع برك كلها راهو. انا واحد من الناس شفتوا الريال هذه، انا نجم نقعد نحكي على ريال مدريد كل مره، بعد ما ترجعش تقول لي براس امك راهو كليب ولا يتكيو فيها براس امك ارجع جا ربي يا نبيل ريجل سبور ارجع. لذلك المتداخل هذا الثاني اللي يعرفوا بالله يقولنا عليه، يقولنا شكون بالضبط المتداخل الثاني، يقول الشيء ذاك وعلاش ما قلتش راهو ثم واحد اسمه نبيل ريجن سبور يدافع عن النادي الافريقي، ثم واحد اسمه نبيل ريجن سبور ريق وشايع عن النادي الافريقي يعطيها ترجع لكليب افريكا، علاش ما تقوليهاش هذا؟ شفتوا علاش؟ شفتوا علاش؟ شفتوا علاش احنا ماناش باهين في بعضنا؟ شفتوا علاش؟ هذا هو امضي. بالنسبه بخلاف السيد هذايا كل شيء ماشي كيزيد فوق الماء، محلاهم الجماعه محسن طرابلسي برافو معاه هيكل التخين والناس كلهم، وانا باش نزيد ندخل فيها السوسيوس والامور تمشي في النوار، هذه احسن من الريال. نهار اللي تصير لنا حاجه خطيره نلقاو السوسيوس موجود. هذا هو الموضوع اللي نقوله لكم، واللي عنده اي نقاش ماذا بينا ناقشني على خاطر مهم برشا نحب نفهم المواضيع هذه. والسلام عليكم، وراهو همنا مصلحه النادي الافريقي والكلوب نحبوها في العلالي الفوق، حبوا الكلوب تطلع. وختام نقول لكم فيفا فورزا السيريا، وباش نزيد حاجه اخرى فيفا فورزا السوسيوس.